بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم كيف العادة نتلاقاو في الأياحية في جو مرعش وتحت جميل ومكان مريح نتحدث في يعني عناصر بدية مفيدة نكتشف كل مرة حتى منتج غير إنتاج محلي وإنتاج تونسي، ولكن احنا طالما أن الفائدة تحصل فما علينا إلا أن نتحدث في هذه الأشياء. اليوم سيكون حديث في نبتة عجيبة وفيها كثير من الكلام ومن القول، وهي ما يطلق عليها زنجبيل وزنجبيل برشا أسماء زنجبيل مش نأخذ برشا أسماء متاحة صحيحة. وسنتحدث مع ولدي جمال حول الزراعة والنبتة وأشكالها، ثم مع مستر رمزي سيحدثنا عن المنافع الطبية وطريقة الاستعمال بتاعها، وكذلك الاكثار منها ما هي كذلك بعض الاشياء السلبية. وسنبيل قدم لنا الاشكال بتاعها قبل كل شيء، اللي احنا جابهم سنبيل مش يقدم لنا الاشكال دي واذا خطر نحبوا اصدقائنا ومتابعينا اللي في خارج البلاد وخارج هذه الجلسة، كذلك يتمتعوا بهذه الاكتشافات او هذه الاختراعات. نقول لهم مرحبا بكم، ما ننسوكمش كل حد ونعرفوكم موجودين في عدة بلدان. تابعونا كما العادة، تابعونا كما العادة. نبيل تفضل اعطينا الاشكال بتاعها ومن بعد سي جمال. مرحبا بالجميع. هك اليوم عندنا شويه سكنجبير زنجبيل. انا حبيت نلفت انتباهكم اللي هنا عندنا احنا في تونس ناس تسمي سكنجبير وناس تسمي زنجبيل، ثم شكون يقول لك اللي معناتها الزنجبيل شيء والسكنجبير شيء اخر، الوغ هو جونجومبر هو نفسه الزنجبيل هو نفسه السكنجبير. تبقينا الزراعية اللي بيعوه واللي يجيبوه قاعدين يسوقوا فيه عنا هو بينهم ما يعرفوش الحكاية، دونك هما بقلة عرف معناتها كيف يجيبوا السلعة بتاعهم تجيهم معناتها مختلفة. ثم الزنجبيل اللي يبدا معناتها الجدرة بتاعه جويدة يقصوه تروف تروف هذايا معناتها ويخدموه من الاول هبره معناتها يرحموه. يسميوه زنجبيل للتداوي، والجدره الكبيره كي تشيح كي تفرم هذيا يرحيوها تعطي الغبره هذيا يستعملوها في واحد الماكله. هما شو يحكيوا لك معناتها الزراعيه ولا اللي يسوقوا فيه يقول لك عندنا الزنجبيل للتداوي وجنرال الناس حتى لهنا يقول لك زنجبيل يداوي به ويشرب، والسكنجبير يستعملوه في وحات الماكله. انا السكنجبير هذايا نستعمله في بلاصه الفلفل الحلو، هو حار شويه وتقولكم عليه الجماع معناتها حار بدا الفلفل الحلو ما يقدرش بدا. تفضل مرحبا بك. مرحبا بك. الفلفل الحلو ما يتهضمش في المعده، دونك نجموا نستعملوا السكنجبير يعطي الحريه نتاعو في بلاصه الحريه نتاع الفلفل الحلو ويتهضم وحاجه طعم لذيذ جدا. تبقينا الزراعه نتاعو احنا ما نزرعوش هنا. تو اخونا جمال يحكي لنا على كيفيه الزراعه نتاعو وشنو لازمه باش يتزرع، وان شاء الله وقت اللي يجي معناتها السكنجبير الاخضر خاطر يجيبوه الاخضر ماهوش وقته تويكا، وقت اللي يجي فيه موجود. لا تو مش موجود، الحصان الحاضر مش موجود، اما الزراعيه قالوا لي معناتها بينتو معناتها في ديسمبر معناتها يجيبوه الاخضر، ممكن الاخضر هذاك نجم نزرعوه حتى في البيوت بتاعنا. وتو سي جمال يعطينا معناتها الفكره معناتها كيفاش. هاي تفضل سي جمال. شكرا جميل، شكرا على التقديم هذا الزنجبيل في اشكاله الطبيعيه وفي اشكاله الملحيه. سي جمال حدثنا على هذه النبته على وصولها وفي طريقة تنبيتها وان كانت موجودة في تونس أو خارج تونس. تفضل. بارك الله فيك سي مختار. بون هي من النباتات اللي مش متواجدة في تونس، راهو
لغايه برك هو كما قلنا في النهار عدد بعض المدادات الاخرين هما للبلانت تروبيكا اللي تعيش في رطوبه كبيره وفي مرتفعات معناتها في البلايص المرتفعه بالنسبه للحر غالبا ما تتواجدش في تونس نظرا للظروف المناخيه اللي موجوده في البلاد اللي ما تكونش ملائمه لها غير انه الكريزيتي العباد اللي يحبوا يزرعوها يلزم يتوفروا لها المستلزمات المناخيه نتاعها يحبوها غالبا تحت البيوت المكيفه اللي نجموا نتحكموا في الرطوبه وفي درجه الحراره فيهم مع زاده حتى الكليراج اللي نحبوا نعملوا حتى الضوء نجموا نعملوه في البيوت المكيفه ولذا انا نقول على النفذه هذه هي من عائله ذات الفرقه الواحده ولا مونوكو تيليدون سور بلامبوتاني كي تشوفها النبته اكثر نبته تشبه لها هي القصب تقريبا نفس الفورمه القصب لكن لا 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 هي نبته حتى النمو الخضري بتاعها تشابه ياسر القصب اما اللي تاكل منها اللي تاكل منها ولا اللي يستعملوه منها هو اسمها نسميوها ريزون هو المدخرات النبته على خاطر هي النبته تعيش مراحل من حياتها وقت تزرع انت تزرع الريزون ولا هو كعب بطاطا ولا نوع من هو البذور بتاعها هذاك فيه عيون اللي هما مش يطلقوا ويكونوا النمو الخضري بتاع النبته وبعد النمو الخضري هذاك يولي يرجع كنا كنعمل الريزون يعمل مدخرات في الارض اللي هما الريزون والعروق بتاعها اللي هذاك هو اللي قاعد يستعمل من النبته النبتة هذه اللي متعود عليها برشا هو كونه فيها الزيوت طيارة يعني الزيوت الاسانسيال هما الباز نتاع اللي معناتها بيان في الصحية نتاعها كل جاي من الزيوت الطيارة هو توا اللي قال شايع هو راهو شايع ديما فما اون كونسونتراسيون تاع الزيوت نتاعها ولكن ما تكونش كيما الفري بالنسبة للزريعة نتاعها الزريعة نتاعها هي كما قلنا عندها حاجيات بالنسبة للطبيعة مع الطقس وحاجتها وعندها حاجيات زادة في التغذية نتاعها نعرفوا احنا النباتات اللي قاعدة تعمل مخزون في الأرض يلزمها أرض غنية من المواد الغذائية من نتاع نتاعها باش تكون المخزون نتاعها يمكن الجيشات اللي وقعت في تونس في الزريعة نتاعها هو ما زرعتش في الدور ما زرعتش في الأرض غنية جدا وتحب برشا الماء تحب تقريب سقيان كل يوم ما تنجمش تكون ارض اللي ذات صرفه معناتها مش ذات صرفه كبيره بتاع المياه على خاطر هو اللي يرقد فيها وتولي تعمل تخمر الكعبه هذيك. ده هذا تقريب اللي حبيت ندخل فيه. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعودنا كل مره نبدا اليوم حاولنا نركزوا على التوابل. الزنجبيل أو السكنجبير أو الجونجوم زنجبال أوفيسيمالي كما يسمى في اللغة اللاتينية العلمية أو الزنجبيل الطبي أيضا يسمى عندنا العرب العشابيل القدامى هالنبتة هذه حاولنا أنه ناخذ منها معناتها أكثر ما يعرف عنها طبيا وعلميا معناتها وما نفعها خاصة أن في المدة الأخيرة أصبح معناتها يتداوى بها ويستعمل معناتها بكثرة نلقاو برشا معناتها عباد يا يشري مربى الزنجبيل يا يشري الغبرة الزنجبيل أو يشري الجاذيمير الخضراء معناتها الطازجة وإلا يشري معناتها الجاذيمير الجافة إذا كبداية نلقاو أنه حتى معناتها وهذا في دلالة على عظمة وقيمة النبتة وما فيها من خصائص أنه المولى عز وجل ذكرها في القرآن يعني بحيث بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إذا ذكر الزنجبيل في مزاج المشروب هذايا فما بعض التفاسير يقول الخمر خمر الجنة وأيضا بعض أيضا فما المزاج الآخر هو الكافور إذا الكافور للصفات الباردة للمشروبات والزنجبيل الصفات الحارة للمشروبات يعني فما مشروبات حارة لتلطيفها معناتها يضاف إليها الكافور ومشروبات باردة يضاف إليها الزنجبيل لتعديلها حسب تفسير ابن كثير بالطبع هذه معناتها في الجنة لا يعلم ذلك إلا الله لكن نحاول يقربوا معناتها صورتهم الصورة
إذا نبدأ علمياً، أول حاجة الصين معروفة كأكبر منتج عالمي للزنجبيل، حيث تحتكر 25% من الإنتاج العالمي، ثم تأتي بالهند، ثم إندونيسيا، ثم نيجيريا، حيث أن الصين تنتج تقريباً كل عام 275 ألف طن من الجذامير الخضراء هذه، وبعد تسوق في العالم. والهند أيضاً ثم تسوق في بلدان خضراء، تمشي جذامير خضراء كما البطاطا، وإلا تسوق جافة يعني كما هكا لتخزينها وسهولة استعمالها، لأن سريعة العطب إذا قعدت معناتها في ظروف تعدم وتخمش وتدود وتخمس. إذا بالنسبة للزنجبيل نلقاو إنه أكثر معناتها نبتة تقرب له في المنظر في الجذامير هي الكركم. الكركما هذا هو زاد في شكل جذامير، ان شاء الله تو تجيش فرصه نولي نجيبوه الخضر، نجيبوه الجذامير هذوما، لكن الفورما والشكل والمنظر وكل تلقاه نفس يقرب له ياسر، وكما العاده معناتها يجفف زاد هكاك الكركم ويستخرج منه كل المسحوق الاصفر يستعملوا فيه. وتو ان شاء الله مره نعملوا حصه خاصه على الكركم، لانه سبحان الله من اكثر المواد المضاده للسرطانات، يعني اقوى حتى من بعض ادويه السرطانات اللي توصل كميات صغيره منها بملايين الملايين التونسيه، معناتها باب اولى انه يستعمل هذا كوقايه وكعلاج ايضا في فتره العلاج. اذا كما قلنا الزنجبيل من عائله الزنجبيراسي، هل نبتة تزرع ولا تنبت حتى بريا في مناطق كما ماليزيا وكما الهند، ومعناتها المناطق المطيرة الاستوائية وحتى المناطق اللي تم استزراعها فيها كما نيجيريا وكل، لقات نجاح لأنه تحب كل منطقة الاستوائية وتحب المناطق المطيرة والمرتفعات الرطبة. بالنسبة للزنجبيل البحوث معناتها أثبتت أنه بعض الدول والحضارات استعملتها القديمة، توصل حتى لقاو معناتها أدلة قبل 5000 سنة تم استعمالها معناتها في التداوي وأيضا في الطبخ نتاعهم معناتها كتوابل. بالنسبة للزنجبيل ليريزوم أكثر ما يهمنا، ليريزوم الجذامير هذه اللي تركز المواد معناتها الطبية والصحية النافعة فيها. بالنسبة للزنجبيل يستعمل كما قلنا أما توابل للأكل، ولا يضاف المرطبات أيضا معناتها كمشروبات وإلا مرطبات السكريات، وأيضا يستعمل معناتها يضاف لل كمعناتها منكه لبعض السحل وما يسميه احنا احنا كدراع ولا غيره معناتها يفوهوا به. احنا تو معناتها اللي يهمنا انه كل يوم اش نحكي على الاستعمالات الموسعه، قلنا كشاي يشرب كشاي كالعادة، يضاف إلى الشاي العادي ومشربوه، وإلا يغلى الماء ويضاف على نصف ملعقة من بودرة الزنجبيل الجاف، وإلا يقطع شرائح يبدأ هو جذامير ويوضع في الماء المغلي معناتها ويشرب كمعناتها مستحلب وإلا كانفيزيون. إذا الزنجبيل هذايا غني جدا بالمواد المعدنية كالمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، وأيضا غني بالفيتامين B1 B2 B3 والفيتامين C، وأيضا غني جدا بالفيتامين C إذا كان في شكل جذامير طازجة، لأن التجفيف نتاعه يفقده تلك الكمية المرتفعة من الفيتامين C اللي هو معروف مضاد الأكسدة، وتشوفوا بعد منفعته في الانفلونزا والرشح وأمراض الشتاء بصفة عامة. أيضا في نسبة جيدة من الزيوت الطيارة لزويل إسونسيال اللي هي كما حكى الأخ المهندس أنه عندها نفعة جيدة جدا، وبالعكس العمود الفقري تمنى نفع الزنجبيل الطازج. إذا المواد الفعالة في الزيت تاع الزنجبيل هما مادتين، عندنا جينيرول، الجينجيرول هذايا هو مركب معناتها مركز ويعطي الطعم الحار للزنجبيل، كي نذوق الزنجبيل يبدا زيج، هو حتى في البودره ولا الغبره نتاعو تلقاك الحروريه، لكن كي تلقاه طازج احر وتحسه مركز اكثر معناتها. الجينجيرول هذايا هو من بعض المركبات في الزيت الروحي اللي تعطيك الحروريه، وجيده الماده هذيا كما نذكروا بعد زاد بالتفصيل الالتهابات جميع انواعها، خاصه التهابات الربو معناتها الخده
والتهابات الجهاز التنفسي والقولون وايضا جيد للشقيقه. وعندنا الشوغاول اللي هو الماده ايضا تساعد على هضم الدهون ومركزه في الزيت الروحي للزنجبيل. بالنسبه للزنجبيل كما قال ابن القيم حبيت نذكر معناتها العرب كيفاش كانوا يتعاملوا مع الزنجبيل، كانوا يدرسوه ويشوفوا تفسير معناتها تفاسير العلماء السابقين الهنود والصينيين ويزيدوا هما رؤيتهم معناتها كعرب خاصه في العصر الذهبي للاسلام. نلقاو انه الزنجبيل يقول عليه ابن القيم في كتابه الطب النبوي: الزنجبيل معين على الهضم، ملين للبطن، تليين معتدلا، نافع من سدد الكبد، العارضة عن البرد والرطوبة ومن ظلمة البصر، الحادة عن الرطوبة كحلا وارتحالا، معين على الجماع ومحلل للرياح الغليظة، الحادث في الأمعاء والمعدة، وهو بالجملة صالح للكبد والمعدة. إذا هذا ابن القيم اش قال عليه في تلخيص نتاعو للتمتع بفوائد الزنجبيل، يمكن كما قلنا استعماله طازج او مجفف او في شكل الزيت اللي بعد يصلح للتمسيد وايضا لالتهابات المفاصل به. كيش ناخذ اليوم نبداو مثلا نحبوا نعملوا انفيزيون بنجوزو الانسان معناتها ما ينجم ناخذ المنفعه من الزنجبيل كغبره معناتها بودره الا لازم النسبه تكون 4 غرامات، معناتها اقل من 4 غرامات ما تكونش منفعه جيده جدا، بالتالي 4 غرامات وما نتجاوزوش 6 غرامات في اليوم حتى يولي مظهره قوي برشا عدد. 4 غرامات معدل ملعقه صغيره قهوه ثانيه اي أبوتري ممسوحة تبدأ مش بوجه. بالنسبة للمسحوق الجاف هذايا بسرعة بعد ما نحطوه في الماء المغلي في مقدار كأسين من الماء المغلي تصب عليها الملعقة الصغيرة وبعدك يولي يشرب، لا داعي لتصفيته إذا عملنا غبرة خاصة، يشرب مرة في الصباح بعد فطور الصباح ومرة في الليل بعد العشاء. وهذايا إذا نحبوا معناتها المنفعة تاع الزنجبيل على يوم كامل، وكان نشوفوا بالتفصيل كيفاش معناتها المنافع تهش. وبالنسبة للجذمور الأخضر الطازج 10 غرامات معدل 10 غرامات منه، يقطع مكعبات صغيرة ويوضع في الماء المغلي ويصفى بعد ويشرب معناتها، وإلا يتحط في التاي ديريكتومون وإلا يتحط في ليزانفيزيون العاديين يشربوه في أي وقت. إذا الزنجبيل يمكن ايضا الاخضر اللي ما يحبش يغليه في الماء يحطه في الميكسور مع عصير الجزر، يعني بعد ما احنا جينا الجزر وتوش يدخل معاه الزنجبيل الاخضر تضرب بالسنتريفيجوز تعمل العصير تاع الجزر وتضرب معاه المكعبات الصغيره من الوهد وتشربه، منفعته اعظم زاده وتكون مركزه اكثر، لانه تنشوفوا بعد منفعه الجزر مع الزنجبيل تكون جيده جدا للبصر وخاصة مع التركيزات الفيتامينات اللي فيه. وكما قال ديجا كي نرجع لابن القيم قال لك معناتها جيد في ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة كحل الارتحال، يعني جيد البصر. إذا الزنجبيل الطازج أكثر كثافة وأكثر نكهة من الزنجبيل الجاف وخاصة لتركز الزيوت في الطيارة. يعالج إذا الزنجبيل بصفة عامة بعد ما ذكرنا المجموعة من معناتها المشتقات من الزنجبيل اللي نجموا كيفاش نستعملوها. وزاد حبيت نذكر بصفه سريعه ان عندنا مربى الزنجبيل حيث معناتها ناخذوا العسل بملعقه كبيره نجموا نمزجوها مع نصف ملعقه صغيره من بودره الزنجبيل الجاف، وهذه تحصل على مربى الزنجبيل وهو يكون افضل لانه قاعد يتباع في الاسواق، الاكثر يعملوه بالسكر معناتها الشحور احنا اللي نعملوه معناتها ماهوش نافع كما احنا اللي نعملوه بالعسل الحر يبدا معناتها اكثر منفعه واكثر تأثير إيجابي على الجسد. إذا المجموعة من المشتقات للزنجبيل جيدة جدا بصفة عامة، مثلا ناخذ كبداية لصداع الرأس وآلامه، حيث أن معناتها وضع نبخة منه ناخذ ماذا بيا نركزوا تو في الاستماع وبعديك نأكدوا الكل نخليوا لآخر وقت، فهمت تحب رجعوا نحطوا هنا باش نبداو مركزين مع بعضنا. قلنا اي لا من الاول تبدا يضاح وبعد تولي اكل نرجعوا للدرس. اذا النبخه هذه ناخذوا البودره نتاع الزنجبيل توضع مثلا ملعقه كبيره مع ملعقه كبيره من الماء الدافي تحول الى كاتابلازما ولا نبخه توضع على الصدغين عند الام الراس، يعني تنحي الصداع خاصه الام الشقيقه. فما العباد معناتها يستعملوا برشا ادويه للشقيقه وما تنفعهمش، شقيقه ميجرين
يستعملوا النبخة دي لقوا أنها توسع العروق، ثم زوز عروق من هنا والدورة الدموية تقوى، وبالتالي نقصوا من حدة الألام اللي هي خاصة ناتجة على تركز مادة البروستاجلاندين اللي تؤدي إلى التهابات في الأوعية الدموية وألام حادة، بالتالي استعمالها جيد جدا للصداع النصفي ومع ألم الذي لا يطاق. من الفوائد الزنجبيل أيضا أنه يقوي الذاكرة ويقي من النسيان والزهايمر والخرف المبكر. أيضا جيد جدا الزنجبيل في تقوية البصر كما قلنا، وعلاج غشاوة بتقطير في مهجر العين أو شرب مع عصير الجزر، يعالج في احتقان الصوت ويساعد على التكلم بصورة صحية كما قلنا بجميع الاستعمالات سواء انفيزيون تيك نجم حتى الجذامير تنضخ وتبلع العصارة بتاعهم، وإلا عصير الجزر وإلا المربع هذايا. أيضا الزنجبيل يقوي المناعة حيث يساعد على مكافحة أمراض الشتاء سواء الانفلونزا وإلا سيلان الأنف، التهاب الحنجرة والحلق مثلا بداية الجريب النجمي في عوض العبد يكثر ياسر، لكن معناتها لا داعي لذكر أسامي طبية. يستعمل مادة الزنجبيل بمضغها بالتالي تنفع في مكافحة الفيروسات وهم أمراض، خاصة كما قلنا مركز في كثرة فيتامين سي، بالتالي الفائدة بتاعه شو تكون جيدة معناتها لمكافحة أمراض الشتاء. أي هو أخضر كما قلنا ويمضغ لاستحلاب العصارة منه. الزنجبيل يحفز الدماغ على مادة السيروتونين لتزيد من السعادة وتكافح الاكتئاب. إذا معناتها نجم نستعمله كمضاد للاكتئاب في فترات معناتها بعد امتحانات وإلا الضغط النفسي العصبي ولا الإجهاد العصبي، يعني جيد جدا لإفراز هذه المادة. أي مضاد ينصح به، لكن معناتها مش الكآبة، فما أنواع الكآبة، فما كآبة سوداوية من أخويا تنجم يدخل في كآبة لا ينفع معها، بالعكس هذا يتكتف ويتعس عليه، معناتها لأنه فما أنواع الكآبة تؤدي إلى الانتحار، بالتالي العبد يولي أريس، إذا الزنجبيل نفعه فبها ونعم، إذا ما نفعوش يولي يربط بحبل، هذا النص نصيحة. أي. الزنجبيل أيضا منشط طبيعي يزيد من طاقة الإنسان، يعني اللي يمارس في الرياضة والإجهاد الفكري ويشرب مشروب الزنجبيل وإلا مربى الزنجبيل جيد لإزالة التعب والوهن. أيضا جيد جدا لمعالجة الإمساك وألام المعدة، يعالج أيضا ويسكن ألام القولون التهاب القولون، وأيضا جيد جدا لفتح الشهية لمن يعاني من الأطفال معناتها ديما فوق العميم ولا العبد اللي ما يأكلش بالقداء كما أخونا هيثم، يقول لنا نعطيهم مشروب الزنجبيل يحلوا الشهية ويساعدوا على وأيضا جيد لتنقيص الكوليسترول، تخفيض الكوليسترول معناتها ممتاز، حيث أن مشروب الزنجبيل وأيضا الشاي بتاعه يخفض نسبة الكوليسترول ويساعد في حرق الدهون لمن يريد التخسيس، خاصة المشروب المعروف تولاقي مع النجاح هو مشروب الزنجبيل مع القرفة، حيث توضع معناتها بودرة الزنجبيل مع بودرة القرفة ويصب عليها الماء الحار المغلي وتترك ثم تشرب على مرات في اليوم، وهذا جيد جدا للتخسيس وإنقاص الوزن لمن يعاني من السمنة المفرطة. أيضا جيد في معالجة التسمم الغذائي لأنه تركز الزيوت في الطيارة مساعدة على مكافحة البكتيريا والتسممات الغذائية اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي. كما قلنا جيد لمكافحة الرشح والعطاس، حيث أن يمكن نأخذ معناتها الجذمور الأخضر يقطع شرائح ويوضع في الماء المغلي ويستنشق البخار بتاعه، يفتح المسام معناتها والشعب التنفسية ويطهرها، خاصة التركز في الزيوت اللي قلنا عليهم فيه مطهر، وأيضا يكافح الكحة والسعال خاصة التعفني المجرد ويطرد البلغم، خرج البلغم إكسبكتوره. أيضا جيد جدا في لأنه غني برشا بمادة البوتاسيوم، فهو جيد جدا للقلب، حيث أن تركز نسبة البوتاسيوم تساعد على مكافحة أمراض القلب خاصة انسداد الشرايين وضعف عضلة القلب، وأيضا يعمل على صحة القلب وتقليل كما قلنا معناتها الاضطرابات اللي ممكن تصيب القلب كسرعة الخفقان أو ضعف الخفقان في القلب. أيضا يقوي الدورة الدموية كما قلنا. الزنجبيل يفيد على تدفئة الجسم في الشتاء، يعني خاصة يقوي الدورة الدموية، يولي الدم الجسم يدفى ويكافح البرد،
يعني اللي شي يسافر مثلا في بلايص باردة ولا حاجة يهز معاه الزنجبيل يعرضه على مكافحة الفرد هذاك وكشتاء ومنه يحمي جسمه من النزلات اللي يمكن أن تصيب جسمه. أيضا جيد جدا في تحسين الصحة الجنسية للرجال خاصة في الشرق يعني مع تجنب شرق آسيا يعرف الزنجبيل كمعناتها منشط وجيد جدا للبيه يعني حيث أن المربى هذا معناتها يستعمل خصيصا لهذه الصفة يعني ومعناتها لاقي نجاح معناتها كاستعمال في الشكل هذايا يحفز أيضا جهاز المناعة حيث يكافح الأمراض اللي يمكن أن تصيب الجسم معناتها ويقويه في معناتها خصوصا فيروسية ولا بكتيرية ويحميه يقاوم الأمراض ويحمي أيضا الجسم من الأمراض إذا وجدت في الجسم البكتيريا والواحد والفيروسات. أيضا جيد جدا في مكافحة أثار الشيخوخة من التجاعيد والشيب وغيره حيث يشرب وأن يمكن معناتها أخضر طازج. نسبة الفيتامين بي 6 المرتفعة فيه المعلومة جيدة جدا للبحرية البحارة ينجم في أرضي يستعمل كالحرابش اللي مضاد للغثيان أي للمال دو مير نجم يبذغ معناتها الجدانير الخضراء فتقيه من الغثيان ودوار البحر لكن ديما نقولوا مشكلة كما الدواء معناتها بنسبة 60% خاصة إذا نعرفوا أنه الأدوية دي تؤدي إلى جفاف الفم وأيضا إلى معناتها اضطرابات في القلب معناتها مستحسن أنه يستعمل الزنجبيل واللي خير أفضل وهو نبتة معناتها وأيضا جيد للحوامل ثم بعض الحوامل في فترة معناتها الوحر تعاني من الغثيان ومعناتها التقيؤ والكل نجم تستعمل الزنجبيل لا يضرها ولا يضر الجنين. بالنسبة أيضا للزنجبيل له معناتها خصائص مضادة للالتهابات حيث نجم نستعمله في التهابات المفاصل يعني كمشروب وأيضا الزيت بتاعه جيد كيفاش الزيت ناخذ الجدانير الخضراء يعني تضرب بالخلاط مع قليل معناتها من زيت الزيتون حتى تولي معناتها كالبارت عجينة العجينة هذه تترقد في زيت الزيتون لمدة 10 أيام في الشمس وبعديك تولي تتصفى بشيش ولا كما احنا نقولوا طوال ولا حاجة تاخذ من العصارة الكل الزيت هذيك تدهن به كل ما هو مفاصل ملتهبة ولا مناطق ملتهبة في الجسم فإنه يساعد على معناتها تخفيف أي من الآلام هذيا والالتهابات وهو جيد جدا خاصة في الشتاء حتى إنه نجم ندهن به الجهاز التنفسي لأنه يعاون على إخراج البلغم ومكافحة أمراض تعفنية يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي. إذا أيضا الزنجبيل له معناتها تأثير جيد جدا في مكافحة وحماية الجسم من بعض السرطانات خاصة النساء فما سرطان المبيض شرس جدا عافنا عافيكم الله. استعمال الزنجبيل في الأكل يعني كواحد كتابل معناتها تفوقوا به الماكلة جيد جدا في أنه يعاونها على مكافحة هذا المرض خاصة ثم بعض عائلات نساء فيه معرضات لإصابة بالسرطان هذا أكثر من عائلات هو جيني مرض جيني معناتها ينجم ينتشر في بعض العائلات أكثر من العائلات الأخرى. أيضا جيد جدا للتنحيف قلنا كما قلنا مستحسن أنه معناتها ليش يعمل التنحيف كما قلنا خلطة القرفة مع الزنجبيل مع العسل مع الليمون حيث أنه ملعقة صغيرة من الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من القرفة كل هذا بودرة مع ملعقة كبيرة من العسل ومع شرائح الليمون يوضع عليها نصف لتر من الماء المغلي تترك كذلك وبعد تتصفى وتشرب على طول اليوم معناتها فتساعد على عملية الأيض حرق الدهون والشحوم المتراكمة وتسد النفس زادا ما عادش يحب ياكل العبد وبالتالي تحرق في الجسم الشحوم المتراكمة وتعينه على معناتها التخلص من الأمراض اللي يمكن أن تسببها تراكم الشحوم في الجسم. الأحسن تعملها غدرة لأنه الخضرة الجذور تكون عنده منافع أخرى تكون أفضل بالتالي أحسن أن يستعمل البودر لأنه فيها تركز نواد اللي هي تنفع في حرق الدهون. عندنا جامعة كولومبيا في أمريكا أثبتت أنه الزنجبيل المشروبات الساخنة تجعله يشعر بالشبع يعني الإنسان اللي مثلا يعرف أنه عنده شهية مرتفعة
نجم في مشروبات الساخنة إما في حليب تصبح وإلا في قهوة كحلة وإلا مهما كان التاي يزيد فيه ملعقة من الزنجبيل فإنه تسد الشهية وتمنع معناتها على كل هم هذاك الزائد باش يحس أنه ينجم يساعده على التخسيس. الزنجبيل جيد جدا أيضا في تطويل الشعر وتحفيز نموه يعني لمن يعاني من تساقط الشعر أو شعر ضعيف شربا وأيضا لبخة ودهانا يعني نجم نستعمل مشروب كالعادة مغرفة كبيرة نصب عليها لتر ماء مغلي الماء ذاك يولي يستعمل قطنة يفرك بها الرأس وإلا يخشب بالمشط يتغلغل في فروة الرأس ويقوي البصلة فينمو الشعر قويا. أيضا يمنع المشروب المادة هذه اللوسيون هذه كي نستعملها في الرأس يمكن أن تقوي بصلة الرأس كما قلنا وتقوي أيضا الشعر الخفيف يعني تطول الشعر ومن تقوي الشعر وتعالج تقصفه خاصة بعض النساء التي يضعن الحجاب أو الخمار يعانين من تقصف الشعر أو معناتها يخف في بعض المراحل فإنه المادة هذه اللوسيون تستعملها على الشعر تقوي البصلة والفروة وتقوي نمو الشعر بالجديد. القشرة أيضا اللي تنمو في الرأس قشرة الفطريات اللي تجي في قشرة فروة الرأس جيد جدا لها هاللوسيون هذه حيث تقوم بإزالتها يعني بعد ما يغسل رأسه بالشامبو آخر شيء يطلي رأسه بهالماء هذايا عليه ويخليه بالوقت يولي فروة الرأس تقاوم الفطريات هذه وتزول القشرة هذه. عصير الليمون إذا أضيف إلى الشاي الزنجبيل جيد جدا أيضا في تقوية فروة الرأس أيضا يمكن ما تستعمل أيضا نضيفوه له المشروب هذايا والقول أنه أيضا الزنجبيل جيد جدا للبشرة في عالم التجميل بعض البحوثات الأخيرة أثبتت أنه الزنجبيل مكافح للشيخوخة حيث أن فيه 40 مضاد الأكسدة مادة مضاد الأكسدة يعني نحن نعملوا لبخة كالعادة نحطوا معناتها مغرفة كبيرة إلى البودرة نضيف عليها قليل حتى نتحصل على عجينة العجينة هذه توضع على البشرة فتكافح قلنا مغرفة كبيرة من بودرة الزنجبيل نضاف عليها ملعقة صغيرة مثلا من الماء الدافي من الماء ثم نتحصل على بكاتا بلازما أو نبخة توضع على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يخصب بالماء البارد تساعد على مكافحة الشيخوخة لتصيب البشرة البقع الداكنة أو التجاعيد أو تهرب البشرة بصفة عامة معناتها نقص الكولاجين وغيره إذن لأنها تساعد على مكافحة مضادات الأكسدة التي تتركز في الجلد في البشرة خاصة الجذور الحرة فتعيد إلى البشرة شبابها ومظهرها اللامع ويبطئ علامات الشيخوخة. أيضا الزنجبيل عامل مطهر قوي حيث يساعد على أيضا إزالة الالتهابات والتعفنات البشرة خاصة حب الشباب بعض الشباب أو معناتها البثور والدمانين يمكن أن تصيب البشرة من التعفنات أيضا حيث يمكن أن نعمل قناع معناتها من بودرة الزنجبيل مع قطرات من الليمون والعسل حيث أن هذه النبخة مساعدة جدا لإزالة حب الشباب والبثور والدمامين يمكن أن تصيب البشرة. إذا نرجع بصفة سريعة لمربى الزنجبيل بما أنه تو مشروع مركز احنا نصحنا أنه أحسن يصنع في الدار العسل مالته من عندك والبودرة من عندك تخلطهم وهذا جيد جدا مالته بسرعة أنه عندما تؤكل مقدار مثلا نصف ملعقة صغيرة منه على الريق اليومية جيد جدا في طرد البلغم المصاحب مع الالتهابات الرئوية ومعالجة القحة تطهير المعدة ومساعد في تقويتها أيضا المساعد في أمراض القولون والتهاباته يساعد في علاجه منح الجسم مناعة وتدفئته في البرد برد الشتاء أيضا مساعد في مكافحة الزكام ونزلات البرد يساعد في علاج النزلة الشعبية وأمراض الربو ويمنع العطش ويفتت الحصائل في الكلى والكبد يساهم أيضا في معالجة لسعات الحشرات حيث يوضع قليل منه على لسع الحشرة فيساعد على التئابها وعلاجها
اي اي ممتاز معناتها. وهناك قلت لك مطلوب ياسر يبيعوا فيه اهم مستحسن انك تنحي السكر اللي يبيعوا فيه مغشوش بالعسل تحط فيه بلاستو يقوي القلب وينشط ايضا الدوره الجسديه وجيد جدا لتقويه القوه التناسليه الجنسيه عند الرجل والمراه ويعالج الارهاق والتوتر وضعف الاعصاب والعضلات. ايضا الجرعات تو نحب نحكي على معناتها طبيا قديش نستعمل جرعات والمخاطر نتاعو والاضرار ايضا كما حكينا عن المنافع نحكيو عن الاضرار. الاطفال ديما ماذا بينا ديما فوق العميل باش نستعملو واحد يعني قلنا يقوي الجسم ينشطو ويغذيه. اذا ما تفوتو بالنسبه للصغير ما نتجاوزوش ربع ملعقه صغيره يوم كامل والاستحسن ياكل المربع الزنجبيل لانه فيه العسل ويتيقوا اكثر لانه المطعم حار وتجي والا في العصير الجزر كما قلنا افضل ما فما خاصه البصر نتاعو للكبار لا يتجاوز 4 جرامات في اليوم كما قلنا 8 جرامات اذا كان طازج كما قلنا معناتها جرام في اليوم على جرعات بالنسبه للحامل معناتها ما اكثرش من جرام. عندنا مستحسن اللي عنده آلام معناتها في المفاصل يستعمل أيضا 4 ملي جرامات في اليوم أو يستعمل الزيت اللي حكينا عليه. بالنسبة ثم أعشاب يمكن أن مثلا أن تتفاعل سلبيا مع الزنجبيل عندنا البلو دو جيروف الطيب عود الطيب مش باهي لأنه يزيد في ميوعة الدم وبالتالي خطر النزيف كذايا. وعندنا أيضا عشبة أخرى اللي هي الحلبة أيضا خطرة عند إضافتها للزنجبيل يمكن أن تؤدي إلى أن أيضا كما قلنا النزيف الدموي بالتالي يستحسن الابتعاد عن خلط هذه النبتتين مع بعضهما. عندنا في مجال الأدوية يمكن للجرعات العالية أن تؤدي إلى حروق في الفم معناتها ما نكثروش منه ديما نرجع كما العادة لا إفراط ولا تفريط الاعتدال حسب الجرعات اللي حكينا عليهم معناتها ما نتجاوزوهمش. بالنسبة للزنجبيل يحذر استعماله إذا الإنسان ياخذ في أدوية لتمنع تجمد الدم فما بين ياخذ شرح حبوش أسبرين وإلا ياخذ في الكارتيجيك معناتها غبرة باش يخلي الدم نتاعو معناتها ما يتجمدش لأنه مهدد بالجلطات. إضافة أنه استعمال الزنجبيل يؤدي إلى مزيد من الأخطار نتاع النزيف الدموي بالتالي يبعد عليهم إذا استعمل في الأسبرين لي وإلا مثلا ثم أدوية أخرى لتسهيل الدم معناتها ليزونتي أديكال يسموها روما فيتامين كا زاد مخطرين يبعد على. بالنسبة لمن سيقوم بإجراء عملية أو تخدير أيضا يمكن يجب أن يخبر الطبيب بتاعه قبل ما يعمل العملية ويستعمل في الزنجبيل يكون نقص عليه ولا ما نقصش شيء حتى ينجم خطر معناتها النزيف وارد وقت يبدا هو في حالة معناتها الجراحة. مرضى السكري والمرضعات يستشيرون الطبيب أيضا لأنه يمكن أن يؤدي إلى تخفيض السكري بنسبة مرتفعة جدا. الزنجبيل إذا استعمل مثلا مع أدوية السكر الزنجبيل إذا استعمل أدوية السكر يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم بالتالي يجب الحذر يعني عند استعماله. أي هيبوغليسيمي معناتها جراف نجم حتى تعمل له نوع من الكوما فهمت. لكن هذا نحكيو ديما عن النسب المرتفعة من الاستعمال حتى إذا استعمل جرام في اليوم ما تقلقش أما إذا تجاوز 6-7 جرامات نجم تعمل له الهبوط الحاد. أدوية ضغط الدم المرتفع يمكن أن احنا قلنا في الفيتامين كا مرتفع فيه معناتها الزنجبيل بالتالي يؤدي إلى معناتها تحسين عمل القلب بالتالي حتى الضغط معناتها يعدل يخفض فيه. إذا الإنسان ياخذ في مخفضات ضغط الدم مع الزنجبيل ينجم يطيح ضغط الدم يولي إيكو تونسيون ويصير له حتى إيكو تونسيون بوستاتيك يطيح ويدوب ويغمى عليه بالتالي يرد باله. احنا المستحسن النصيحة العامة اللي كل ما ياخذ دواء يستشير الطبيب بتاعه هل ينجم معناتها إلى سوسي هل زنجبيل معاه وإلا لا أنت والحالة بتاعه. بالنسبة هو جينيرال يعرف معناتها عنده معلومات إذا ما عندوش يبحث فيه كأيها الناس.
يستعمل في الدواء بتاع الشحم فور اكزامبل. الحمد لله اللي يستعمل في الدواء الشحم يزيد يزيد مرتين وثلاثة، لأنه تذويب الشحم به ما تخرج لا خوف عليه. يستعملوا كثير وبدا معانا ولا دي على طول؟ الزنجبيل ينجم يستعملوا كذهاب في واحد تابل في الماكلة عادي على طول. على طول. وإذا شي يستعملوا في فترات مثلا تاع البرد وكل يتجاوز يستعمل أسبوع. هذا. هذايا بالنسبة، أما المربى ينجم يستعملوا عام كامل. واللي عنده شهية ديما وهو يزيد الشهية شي عام. بالنسبة للزنجبيل أيضا كما قلت الطازج ليزوم الجذامير يمكن معناتها الجذامير الطازجة ليزوم يستحفظوا عليها أكثر من ما أكثرش من 6 أسابيع، يعني سريعة العطب والتعفن تخمش والبودرة تقعد أكثر عامين، ما تجاوزوش عامين وتقعد على الضوء لأن سريعة التأكسد. الجذامير الخضراء تحفظ في الثلاجة ما تتحطش المرة لأنها تحافظ أكثر على نضارتها والماء اللي فيها. بالنسبة جوست معناتها إذا نحبوا بسرعة نتذكروا معناتها المدافع به، معناتها خاصة إحنا داخلين على الشتاء معناتها من 5 نخليو عندنا مخزوننا يتقلق حاجة ينضخ شوية، نصحوا به البحرية زادة الغثيان والحوامل، وأيضا تنشيط دورة دموية ودا اعتدال في الأكل. وفي العادة الفيديو تلقاوه على منتدى تركينة تحت القصر. ويعطيكم الصحة على الاستماع. شكرا شكرا. راهو في كما ذكرت الشمل، وكما قال رمزي قبل يحب يزيد الإفادة موجود على الصفحة يتمعن بدقة في كل ما كان بذكره. معلومة صغيرة، الجنجمبر يصنعوا به الحلويات. نذكر مرة شهاب الفرج جاب لنا الندرة جينجر سويتس حلوة بالجنجمبر نقلها هاي. هاي. وثم في لونجلتير حاشاكم يعملوا البير فيه ثم جينجر بير، وفي الكوكلي سلانج ثم لغة يتكلموها لندرة حاشاكم كيش يقولوا الإنسان الهوموسيكسويال كيش يسميوه معناتها الكوير، ما يقولوش كوير، يقولوا جينجر بير. جينجر بير معناتها باش يقولوا كوير، فهمتني؟ يسميوا بيه معناتها حشاف السيد هذا يقولوا له جينجر بير باش يقولوا كوير. هكا ولا سي حمادي؟ أظن اللي يخدموا في السياحة الكل يعرفوا الحكايات هذيا. حكاية لطيفة. بارك الله فيك. ايه تويكا هاو مش نعملوا كل حد يعني كاس يشربوا. لا مش جنجبير. هذه معناتها جونجمبر نعملوا. هذه الانفيزيون تاعو معناتها بالماء السخون. يعني ونزيدوا عليه شوية مغرف عسل باش نعطيوه الطعم الحلو. وان شاء الله بالشفاء. شكرا بارك الله فيكم وملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله. ممسوحة